مساهمات. Air Algérie, always caring for you. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامج افتح قلبك. برنامجنا راح يطلع عليكم كل يوم خميس ابتداء من الساعة 9 مساء على قناة الشروق تيفي. لا حبيتوا تشاركوا معنا، ما عليكم غير تبعتونا SMS فيها الاسم واللقب والولاية على الأرقام التالية 056-001113 ولا 0670-111-22 أو 0799-39-37-37 أو على بريدنا الإلكتروني contact@iftahtv.com أو على صفحتنا في الفيسبوك افتح قلبك. تفرحنا اقتراحاتكم، تواصلكم معنا وحتى انتقاداتكم. إذا مباشرة نروح للأستوديو الفرعي ونحيو زميلي محمد. مساء الخير. مساء الخير سليمة. أهلا بك محمد. أهلا بك سليمة، وش راكي؟ لا بأس الحمد لله. إن شاء الله ضيوفك يكونوا حاضرين اليوم إن شاء الله. هذا نتمنى، وإن شاء الله جميع ضيوفي يكونوا حاضرين معنا اليوم باش نعيشوا معهم حكايتهم ونشوفوها بإذن الله. الله يخليك، شكرا. شكرا. إذا مباشرة نروحوا نشوفوا ملخص للقصص اللي راح تمر معنا اليوم ونعاود نوليو. استنى يا سليمة، حكايتنا مازال ما خلاصوش، راكي نسيتي حكاية مراد. لا لا أمين، لا 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 حميد، حميد إيه حميد اللي جانا البرنامج باش يحكي لنا حكايته مع مرته اللي حبت تطلقه بالسيف وكرهت منه على جال. هطرت بزاف. لا لا، حابين تعرفوا حكاية حميد؟ تبعوا معانا. وانا حبينا نعرفوا علاش السبب، علاش ما نجمش نحكي، ما نجمش نحكي. تحب نحكي لها؟ تحب نقول لها؟ تحب نقول عبيت تتفرج نغمال؟ علاش جبتك انا هنا؟ علاش جيت انا هنا؟ تشير نغمال معناها انت توا نحكي انا قدام الناس. اسمحي لي جميلة، نحب نروح مدام، نحب نروح. اسمحي لي دقيقة بصح، اسمحي لي دقيقة. تفضل. جميلة، جميلة يرحم بابك. دقيقة جميلة، أقسم بالله يا أختي حبيت نقول لك والله من الصباح وأني واقفة. بيسك شوفي فاهم لك حاجة، نفهم بلي راكي غازفتي وهبلك بالك والآخر. اليوم أهضري إلا دار فيك الشر أهضري، قولي فهمتي بصح بالعقل صح؟ داكو بالتي هي أحسن بأسلوب الكلام. كاين لما تهضري الناس دوك يقولوا بلي انتي ماشي مليحة، يشوفوك هكا طيري فهمتي؟ داكو يقولوا اللي يقولوا. ما جمع فو ما عاش النجم سيريوزمون، ما عاش النجم. أنا بالعقل يا جميلة أختي. شوفي ما فماش كاميرا تصور نجم، نقول كيما نحب نتكلم كيما نحب. دوك ما كاش كاميرا. وشنية هذيك الوردة اللي جايبها معاك؟ نكلم فيك، شنية الوردة هذيك؟ جايبها لجمبولتي هذي. جمولتك؟ ماني جمولتك، قالك شنو عملي قبل ما نمشي؟ عمري أنت وش عملك؟ مانيش عمرك، ما عادش تقول لي عمري، ما عادش لا ما عادش تقول لي عمري. عمري ونص. قلت لك ما عادش تقول لي عمري، سمعت؟ ما تصيحش. سمعت ولا ايه؟ سمعت. ما تزعفيش عمري. المثل الشعبي يقول زواج ليلة تدبارو عام، لأنه الزواج مشروع حياة كاملة ولازم الواحد يخمم له مليح قبل ما يختار شريك حياته. خليونا نستقبلوا حميد اللي جانا من العاصمة. أهلا بك، مساء الخير. لاباس، وش راكك؟ بخير؟ تفضل.
جبت معك ورده، ورده تاع السلام، البيضه يعني تاع السلام، لابي. حكايتها طويله هذه. حكايتها طويله، خلاص من بعد احكيها لي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صح، منين جيتنا حميد؟ حميد من الحراش. اها، الله يبارك. يبارك فيك. اها. 39 سنه. الله يبارك. يبارك فيك اختي. واش تخدم حميد؟ قبل ما نخدم حبيت نقول لك حاجه. تفضل. سي ان غران بليزير اللي راني معك هنا. الله يعزك. من البكري نتبعك. الله يستر. من البكري نتبعك، ملي كنتي 5 مونديال. الله يسترك. ربي يحفظك، فرحتينا، بكيتينا. الله يخليك. سي تري جونتي دو فوتر بار. ربي يخليك، انا عملت واجبي برك. الله يخليك. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يخليك. ايه، واش تخدم حميد؟ نخدم كونتابيليتي، عندي ان بيرو دو كونتابيليتي. كونتابيليتي. واش نعمل حكايتك بالضبط؟ وانا نحب نحكي لك الحكايه من الاول. من الاول احكي لي. تفضل تفضل. من لونفونس، من الصغر، من ونجو رايحين. تفضل. باش تعرفي ابيبري علاش جيت وعلاش. بون، انا معناتها ايسيو دي غولاسيون كي نا با فونكسيوني اونتر مي بارون، ديفورسا وانا صغير في عمري 3 سنين. بابا راح لفرنسا، دا معايا خوتي، دا مع خوتي، قعدت انا وياه في الجزائر. نورمال كي الناس كامل، بريمار، سيام، مي كاين حاجة اللي قلقتني ذاك الوقت ما نتنشف عليها، جوسكا ميتنون مازال ما فهمتش شنو ليكسكيوز. توجور معناتها ما كانش صحاب، ما عندي صحاب. ما كانوش عندك صحاب؟ ما كان، معناتها ندير صاحب زوج شهر شهرين سي بون يروحوا ما يعاودوش. هذه هي تبعتني معناتها حتى لونفونس تاعي، حتى الليسي، حتى وصلت لونيفرسيتي. قلت سافا شونجي سافا. مي سا امبيري. علاش؟ باغ اكزومبل نقعد في لونفي وحدك. وحدي. علاش بصح؟ ما درك ما فهمتش معناتها. نتبع نقرا ندخل في وسط الناس، ومن بعد تجو الساعة نلقى روحي وحدي، الناس كامل خرجت، الناس كامل نقعد نقرا وحدي. لا علينا. اسمح لي حميد، لحقت بيا لونيفرسيتي الجامعه، بصح انا حبيت نعاود نولي بيك شويه للور. يعني كي كنت صغير، حنا كامل كي كنا صغار عندنا صحابنا في الشارع ولا في الحي اللي نسكنوا فيه، في الحومه، في الحومه، في المدرسه. انا ما كانش عندي، ما كانش عندك. انا ما كانش عندي صحاب. وعلاش؟ هذيك الدرك ما فهمتهاش. ما عرفتش الدرك، ما عرفتش. كان عندك خاوتك؟ خوتي راحوا مع بابا لفرنسا. راحوا مع بابك؟ قعدت غير انت ويماك؟ قعدت انا ويما في الجزائر. عشت معاها ما بون. المهم، وين كنتوا عايشين؟ في الحراش. انت نوم انت ويماك عشتوا عند في دار؟ لا في دارنا. بابا كي راح خلى لكم الدار. فوالا. صح. في دار يما. قلت لك وين وصلنا للجامعه. فوالا. من بعد كي يما شافتني هكذاك في الحاله هذيك، جيتي ديزيسبيري معناتها تو، قالت لي روح رقي يا وليدي، علاش ما تشوفش راقي؟ قالت لك روح رقي يماك؟ علاش روح ترقي؟ بالك الناس كامل يبعدوا عليك، سي با نورمال، ما فيك حتى ديفو، سوسيابل، معناتها جونتي، ناس ملاح، ضحايكي شويه. المهم رحت عند الراقي، اون بليس في براقية. دخلت عند الراقي، قعدت معاه واحد 2 مينوت هكذاك، دقيقة نيجا حكيت له همي كل المشاكل تاعي، دقيقة نيجا يخرج. نستنى فيه واحد، رحت وحدي. اها. 20 مينوت نص ساعة ما ولاش، خرجت لقيت لاسيستون تاعو، قال لي سامحنا السيد خرج الداخل، دينا للسبيطار. جاب باش يرقيك؟ جاب باش يرقيك داخل، ما كاش داخل والله. بون، لا علينا، ضحكتك هذه مدام سليمة. اسمح لي والله، اسمح لي ربي يحفظك، اسمح لي. ايه. ومن بعد؟ لا ما عليش، هذه ما فيهاش. انا ما فهمتش. كمل لي، كمل لي. ضحكت كيما انت ياك تضحكي دوكا. ايه، قال لك راح نزيد نضحك، روح. فوالا. قلت لك علاش مليحه هذه؟ مليحه. دبر راسك. لا بصح قال لي مازال لي جاي يضحكك اكثر. فهمتني؟ ايه واش راني نقول لك؟ لا معليش، كيما تحب، نتبعك روح. ايه. لا ما لا بصح روح روح، نعاودوا حكاية الراقي وما لازمش نضحك. روح. قلت لك اسمح لي. روح. نهار من النهارات قلت لك يما نصحتني، قالت لي شوف راقي.
مادام الناس كامل يبعدوا عليك، ما عندك صحاب، سي با نورمال، ما عندكش ديفو. ما عندك. رحت قلت لك عند راقي، دخلت بديت نحكي له في المشاكل تاعي على الحاجه اللي مقلقتني. دون ما با دي مينوت خرج، جاني جاي نستنى فيه نص ساعه ما جاش. خرجت لقيت لاسيستون قال لي داخل بينا سبيطار. يا اقسم بالله غير تسمح لي يرحم والديك، والله سامحك دنيا واخره. والله ما على باليش روح. لا 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 ماشي خلاص كوراج خلاص. لا لا خلاص سي بون سي بون. لا 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 والله والو بان لي لابواس لابا. هيا خلاص خلاص. اسمح لي رحم والديك. آه ما تديرش عليا شغل. ضحكني هذاك الراقي اللي جاي داويك حتى عشاء هو مريض، فهمتني؟ هذا الشيء اللي نضحك عليه، مانيش نضحك عليك. على بالي ربي يحفظك. الله يسترك الله يسترك. قلت لك نعاودوا نرجعوا للراقي. فوالا نعاودوها حكايه الراقي. الو لا لا ما نزيدش نضحك، ما نزيدش والله ما نزيد. كمل 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 تفضل. نزيد فضلك. قلت لك من وقتها جيتي فريمون ديزيسبيري. على الاخر على الاخر معناتها الوغ جي كون جي ديسيدي كونساكري ما في معناتها غير القرايه والخدمه وكل. لا لا عاود لي كلمه الراقي. انا عاود لك من الراقي. اوكي. قلت لك جا نهار. اسمح لي عاود لي من لونيفرسيتي وارواح لي. باهي اوكي. ما كانش عندك صحاب ومن بعد ديسيديت باش يماك مع يماك باش تروحوا. فوالا. قلت لك وصلت لليونيفرسيتي انا قلت صافا تتبدل واحد يدير صحاب. كون ما كي تعرفي لليونيفرسيتي. سا اونبيري بليز اون بليز. قلت لك في لونفي باغ اكزومبل وحدي اونفي كي تعرفي شحال كبير. والو يعني والو والو لا طفله لا طفل. علاش علاش؟ والله لدرك مانيش عارف علاش رحت للراقي انا. صح معليش سيد تهدر معاهم مع صحابك. بيان سير بيان سير. واش يقولوا لك؟ نورمال نقصروا نورمال غدوا من ذاك ما يجوش ما نلقاهمش. باغ اكزومبل كونوا خارجين باغ اكزومبل سهريه سينما ولا حاجه. نروح معاهم مره لي بروشين فوا ما يعرضونيش. ما يزيدوش يروحوا معاك. نسمع بهم راحوا. لا علينا. قلت لك من اليونيفرسيتي ومن بعد جي ديسيدي تماك بلي نكونساكري روحي غير قرايتي. لا لا قلت لي حبيت نروح للراقي. فوالا هذيك يما جاتها ليدي. قلت لي يا وليدي مادامك هكايا معناتها لا صحاب لا احباب لا سي با نورمال معناتها بالك عندك حاجه. علاش ما تشوفش راقي؟ تبعت كلامها رحت عند راقي. دخلت حكيت له شويه بوندون 10 مينوت على مشاكلي والحاجات اللي مقلقيني. أنا جاي خرج سامحني دقيقة سنيتو 20 مينوت نص ساعة ما جاش خرجت. نلقى لاسيستون تاعو قال لي سامحنا خويا الراقي داخل ديناه سبيطار. فشلت تماك فشلت فشلت كثر معناتها خرج ديراكتومون. أبو أدو أنا عم بالي عطيتونا لومبيونس. تريسيتي حتى تريسيتي تريسيتي ما تزيدليش حتى تريسيتي وهربت. قل والله قال لي قال لي تريسيتي وهرب وراحت حتى تريسيتي وراحت. حتى تريسيتي وراحت. يا جاد ما تقوليش راحت تريسيتي برك. قل والله قلت لك راحت تريسيتي تريسيتي وراحت. يا الله يا رب العالمين. اسمك لا تخاف. سيلونس بلاتو سيل فو بلي. يا خا صح ما عندكش شي علاقة مع التريزيتي؟ لا لا جامي. ما عندكش الماء برك. عندي علاقة مع الماء الضوء. لا لا عندك علاقة مع الماء ماشي مع الضوء.
ما تحب ما تزعفش عليني نقصر برك. لا لا مهبولة جاني زعف عليك والله نقصر برك. نحبك بزاف فرحتينا. الله يعزك الله يسترك ان شاء الله وعاود ولا الضوء باسكو علاش تورنينا توت لا جورني سي بوغ سا. قالوا لي سي بوغ سا. وين وصلنا؟ صح مور حكاية الراقي واش صرا من بعد؟ مور حكاية الراقي ما رقيتش بيان صح نحيتها من راسي كومبليتمون حكاية الراقي. وعلاش ما رحتش عند بسيكولوج؟ قلت بالكش كيف كيف بون نحيت من راسي كامل هادو ما قلت صاي يجي قلت لك يا اخي جي ديسيدي دو كونساكري ما في غير قرايتي. بون كملت لونيفرسيتي عاوني بابا شويه. بابا كان عايش في فرنسا. في فرنسا عملت عاونك ماديا. ماديا باش خليت البيرو دو كونتابيليتي في الجي. كي كملت قرايتك؟ فوالا بعد لونيفرسيتي. وحتى الان مازال ما عندكش صحاب؟ جوسكا ميتنا. في الحومه في الـ في الـ في, في لونيفرسيتي وين تم والو البيرو في باغ اكزومبل في البيرو باغ اكزومبل حليتو جديد فرحان موتيفي على الاخر سكرتير اللي نجيبها تضرب نهار يومين ما تجيش تجي كاش منها تليفون طافي شوف سكرتير واحده اخرى كيف كيف نهار يومين ما تجيش تجي تليفون طافي تاع كيفاش ما تزيدش ما تزيدش انت تخلصهم؟ بيان سور نهار زوج نخلصها حتى ما تزيدش تجي التليفون يطفى ديسيديت نخدم وحدي جمون باسي معناتها لي سكريتير حاصل قاعد هكذاك قاعد بون انت صح التعامل تاعك مع الناس يعني مليح بالك طريقه التعامل لو بلوز انتيك دي موند معناتها نو سافوا على كل حاله وباين اسمع لا خاطيني كلش خاطيني مثلا بصح كيفاش تفسر لي انك اسمح لي على كل حاله كيفاش تفسر لي انك يعني ما قدرتش تدير صحاب ملي كنت صغير ومن بعد لما كبرت كذلك ما قدرتش تدير صحاب ومن بعد لما رحت ترقي الراقي هذاك مرض وثاني لما فتحت مكتب وتجيب يعني سكرتير اللي تجيبها تروح وتخليك وعلاش؟ بيزار نو انا دوك راني نحوس على ريبونس جوسكا ماتنو معليش ومن بعد واش صرا؟ خدمت وحدك فوالا خدمت وحدي ومن بعد تقلقت شويه جيتي ان بو ديبريسيف معناتها البيريود هذيك زدت عندي سمعت زوجي يحكيوا على سامحيني وي كي قلت لي كنت شويه ديبريسيف كيفاش عرفت روحك بلي انت ديبريسيف؟ مقلق ما ناكلش ما تاكلش ما ترقدش توجور ديغوتي من الخدمه ديريكت للرقاد لا تيلي نحكي رحت شفت الطبيب؟ ما شفت الطبيب وعلاش ما رحت شفت ما حبيت نشوف حتى واحد حبيت نقعد وحدي هكاك جوسكا لو جو قلت لك وين سمعت زوجي يحكيوا على تونس قلت والله غير بوكو با واحد يروح بالك سا نوفو ديبار جامي رحت لتونس في حياتي رحت لتونس الحمامات رحت للعطله في فوالا في لي فاكونس وحدك رحت وحدي دايما كيما مالف في العاده لو سوليتير فوالا رحت الحمامات دون ان تري بون هوتيل بيسين طلاسو كل شيء في لي كوموديتي كامل روعه فريمون اكسترا اوردينار هبطت لا طلاسو سيتي لا بروميير فوا دو ما في اللي معناتها باش نروح ندخل طلاسو هبطت حليت الباب قابلتني طفله سيتي لا بلو بيل فام دو موند بور موا توت سويت ان كو دو فودر سور لو كو معناتها هي حفره انا طحت معناتها ما كاش طحت في حفره طحت في حفره صح فوالا عشقت فيها ما تقدريش تصوري ديجا مام مام معناتها طلاسو وليت رايح جاي. هي كانت تخدم التم؟ هي اللي شاده صح. لا هي بها فوالا. يوجعني راسي نهبط طلاسو، نجوع نروح لطلاسو، نعطش نروح، المهم طلاسو رايح جاي. داكو. حتى لابو تاعي ولات كوم ان بيبي من طلاسو. صارحتها. معناتها واش كاين في قلبي؟ واش قلت لها؟ صارحتها باللي عجبتني وحبيتها ديريكتومون معناتها وانا ناوي خير فوالا صارحتها ديريكتومون حسيت باللي الكورون باس معناتها الوغ جي ديسيدي ندخل من الباب الكبير كما يقولوا هضرت معاها قلت لها فوالا حسيتها اوكي رحت للجزائر نجري جبت يما
ولينا لتونس خطبتها. اسمح لي برك، حكيت معها مع الاول، هدرتوا على انت واش تحب يا واش تحب، عرفت شخصيتها، عرفت شخصيتك. شحال ما قعدناش بزاف، ما قعدتوش بزاف. شحال عطيني؟ شحال؟ واحد دو سمان هكاك. زوج سمانات تاع عطله؟ انا رحت نعدي سمانه، قعدت دو سمان على جالها. انت رحت باش تقعد اسبوع، حتى وليت في اسبوع دو سمان على جالها. على جالها، على جال. وكنت تشوفها دائما؟ كنت تهضروا دائما؟ تولي جور تسامباتيزينا على الاخر. ايه ومن بعد قلت هذه هي، قلت هذه سي لا فام دو ما في. انت ايه وعلاش؟ وشنو هي الشيء اللي خلاك تقول ان هذه المراه تاع حياتي؟ شفت كيفاش يقولوا ملائكه؟ شفتها شغل ان لونج تري جونتي تري سونسيبل، تسمعني تحس ضحكتها، عشقت فيها فوالا. قلت لك وليت نجري للجزائر، جبت يما وجيت. ومقبل ما يعني ما خطبتش مقبل ولا؟ نو نو نو، أول مرة. أول مرة في حياتي. أول مرة قررت. أول مرة. والحب حياتي. والحب، إحساس الحب حبيته ديجا من قبل؟ ما حسيتش به كيما حسيت معها هي، ما حسيتش به الجم، كان كومبليتمون. كانت أول مرة. أول مرة، لا بروميير فوا. صح داكوغ. ومن بعد طلعت دخلت تجري للجزائر. للجزائر جبت يما وجيت. صح إيه. خطبناها، كلش جاز تخي بيان. بيان أنا تاني كنت واجد عندي كلش. ووالديها. ووالديها كيفاش يعني ما يعرفوا عليك حتى حاجه يعني، وما قالولكش كيفاش في زوج سمانات برك خذيتوا يعني اون ديسيزيون هذه تاع لا في؟ والله غير وقفوا معها، يحبوا بزاف بنتهم باسكو عندهم بنتهم الوحيده هذه. عندهم بنتهم الوحيده برك. قلت لها راني جاي نخطبك، هي فرحت بالفكره ورحبت بالفكره، قبلت وكلش. وديجا مام العرس مام با اموا مور الفيونساي مام با اموا درنا العرس. انا كنت واجد عندي كلش معناتها، يعني ماديا كنت واجد، ماديا واجد معناتها. ما كانش حاجه اللي تخليني نزيد نطول معناتها. والطفله قابله. علاش ما مديتوش لروحتيكم الفرصه باش تتعرفوا اكثر على بعضاكم؟ باش ولا كنت مقلق باش تتزوج؟ مقلق باش نتزوج. 39 فون هذاك هو. شحال كانت في عمرها هي؟ 32 سي سا. المهم رحنا ديتها اون بليس درنا زوج عراس معناتها. كثرت لي حبيتها بزاف وقلشتها كيما نقولوا في الجزائر. درت لها زوج عراس، عرس في تونس وعرس في الجزائر. عرس في تونس وعرس في الجزائر. داكوغ. ومن بعد جات معاك تعيش في الجزائر. فوالا. مي ان بتي ديتاي برك، باغ اكزومبل في العرس تاع تونس. لا فامي تاعها الاحباب الغاش. واحد لومبيونس درناها، واحد الغناء، واحد. وفي الجزائر؟ غير تقدري تقولي معناتها دو جور اي دو نوي جاز العرس في تونس. داكوغ. كي رحت للجزائر لا فامي تاعها اللي جاو معاها. سي تو. ولا لا فامي تاعك؟ لا فامي بون كاين اللي ما جاوش، بزاف لي زيكسكوز. من فرنسا كيف كيف، بابا ما جاش. باباك ما جاش؟ ما حضرش لعرسك؟ ما حضرش لعرسي. ايه. شكون الاحباب الاصحاب لا فامي تاعها وكالكو كاين ولاد الحوم هكا، واحد ولا زوج ولا ثلاثة هذا ما كان. المهم جاز فريمون كاتاستروفيك. ما جاء حتى واحد من لا فامي تاع باباك ني تاع يماك؟ لا يما كانت معايا. يما مع لا فامي تاعها معناتها ما عندهاش براسك. ما عندهاش. ما عنديش عمومي ومع خوالي وخالاتي ما عنديش. ايه وحيده يما؟ يما وحيده. ايه حصيل. ولا فامي تاع باباك؟ نو بلو كيف كيف، باسكو ملي طلقوا جبدنا رواحنا معناتها. يما جبدت روحها كومبليتمون لا فامي تاع بابا. تسمى درت عرس؟ هما كانوا في فرنسا. تسمى درت عرس وحدك؟ فوالا. لا علينا، جات كلش بيان، نقولوا بيان. رحنا فواياج دو ناس ديتها، رحنا اسبانيا. رحتوا اسبانيا؟ رحنا اسبانيا، جوزنا فواياج دو ناس. سايتي فريمون مانيفيك. تحواس لبسه الذهب، تحبس قدام فيترينا ندخل ديريكت نشري لها الحاجه هذيك اللي عجبتها قبل ما تهدر. مرتك حبيتها؟ مرتي اكثر من العينيه معناتها، نحيها من روحي ونعطيها لها. لا علينا. مور الفواياج دو ناس ولينا الجزائر للدار مع يما. عندها دار كبيره. كنتوا عايشين مع الام تاعك؟ نعم عايشين مع يما. عندكم دار كبيره؟ دار كبيره. وهي ما منعتش انك انها تعيش مع يماك؟ نو نو نو. قبلت؟ قبلت من الاول. هو والديها في تونس؟ كيف كيف قبلوا. ما كان حتى مشكل. قبلوا تانيت؟ لا قبلوا نورمال. جاو شافوا لقاو الدار لاباس تو. ما عندهمش علاش ما يقبلوش معناتها. الحمد لله كلش جاز بيان.
انت قلت لك مقلشها نخرجها من في الجزائر كل يوم في لي ريستورون كل يوم سهريات كل يوم خرجه كل يوم رانا في ولايه ساعات في الصيف نديها للصحراء في الشتاء نديها للصحراء في الصيف نروح الوهره نروح ندورها تعرف الجزائر بلادي ومن بعد واش صرا نو تو فا بيان جوسكا ما الحمد لله تري بيان ميم ديجا ميم طوموبيل ديالي وعطيتها لها مديت لها طوموبيل ديالي باسكو ما حبيتهاش تقلق في الدار ما بدلت بلاديت باش ما تحش روحها غريبه شفتو كانت وحدها فوالا يدها راسها تخرج بالطوموبيل وتعرف ترقان وتعرف ما انا وريتها من الاول ومن بعد فوالا بلايص كيفاش كانت علاقتها بيمك من الاول صافا بيان كانت طيبه عندي ما انا جونتي بزاف نيه حنينه انت ما انت ماشي كيما كيما يقولوا العجايز الاخرين يعسوا هذه على بالهاش يما خليتها هي تدير كل شيء يما مرتي ما تدير والو كيفاش ما تدير والو انت يدها راسها ما ترفدهاش ما تخدمش شغل حبيت تقول ليه يما طيب يما حوايجي يما ما تخليهاش تدير معناتها وكيفاش هذا يعني اليما تحب تزوج وليدها باش تتهنى شويه عليه وباش تدي شويه كونجي فاكونس مسكينه ولات هي تخدم على زوج انت عليك وعلى مرتك ولا. ومرتك ما ترف ما تخدم ولا شيء ما تخدمش مرتي شوفي يا نعطي في النهار نروح نخدم نخليها راقده نجي ما نلقاهاش في الدار مازال ما جاتش بالطونوبيل توجور تجي من بعد يا اما راهي في الصالون مع لا تيلي يا اما راهي كونيكتي ساعات نجيها هيا يا مراه نروح نرقدوا اسبق يا راجل راني جايه نروح نرقد نوض الصباح نلقى روحي وحدي نلقاها راقده في الصالون غوبلوت كل يوم هكذاك تولي جور هكاك بون من كثرت اللي كنت نحبها قلت لك معناتها فريمون عشقتها جوزتها حتى الجنون كما يقول هي سيتي ما في ما نكذبش عليك الور ما انت الامور هذه ما كنتش عاطلها امي همي حتى ولو ما كانتش يعني تخدم الشغل وما تعاونش يماك و باسكو يما ما سوبليني با معناتها كانت تحب تلتهبي تحب تلتهب بالدار فوالا بصح انت علاش كيفاش ترضى ليماك انها تكون اسمح لي على الموخ ديما تاع مرتك باسكو الا مرتك ما دير والو معليش اننا نتعاونوا يا سيدي بصح ماشي وحده ما دير والو وعجوزه شحال في عمرها يماك عندها براسك 60 طون 60 سنه تخدم على وحده صغيره سبحان الله انا قلت دوك بلعب بشويه باش شويه توالف شحال كان عندكم زواج حتى الان عندنا بيبري دو موا شهرين شهرين زواج. شهرين ما غسلتش ماعون ما غسلتش ماعون في الدار والو ما طيبت ما طيب ما تغسل ما دير والو يا بطونوبيل تخرج دير قهوه ولا فاز على الدور ولا شوبينغ شوبينغ في الجي تما وتولي العشيه دارت لي زامي بعد سيرمون عندها دي زامي تما عندها جوج وشكون كان يمد لها دراهم باش تخرج؟ انا اللي نعطي لها هي تقول لك اعطيني دراهم بلا ما تقول حط لها دراهم تما وين تسحق ترفد وتخرج من تسحق ترفد وتخرج عندي معناتها المهم من بعد قلت لك فوالا جوسكا لو جور اللي عندي اختي في فرنسا ولدت ديجا بالمناسبه هذه نبلغ لها التحيه مبروك عليها هي وراجلها سيد احمد مبروك عليها الله يسلمك سيد احمد تاكسيور في باريس ديجا عنده مرسيدس خضراء ما نعرفش ولا رحتي لباريس وقابلتيه ولا حاجه المهم كثرت مرته توحمت على المرسيدس هذيك وليدها جاو عينيه خضر كيما المرسيدس لا علينا لا علينا هذه بوركينا انكدوت جاو عينيه خضر باسكو توحمت على الطوموبيل عشقت فيها يا ثاني قلت لك ما راحت باش تعاونها نقدر نكمل تفضل قلت كيما رحت باش ترفدها وكذا تعاونها ايتو تماك اللي بديت سيتي لو ديكلونشور كيما يقولوا لو ديكليك فوالا حاجه اللي ديكلونشات لو ديكليك البروبليم فوالا نوض الصباح نشفى كالعاده راقده في الصالون دخلت دوشت كول خرجت حليت الخزانه ما لقاش حوايج نضاف فارغه رحت وين نحطوا الحوايج شحال نلقى جبل تاع حوايجي كامل تماك يا مرا كيفاش
وراهم حوايجي باش راح نخدم باش هكذا. قال ما ريبوندي معناتها بفاسون اللي خلتني تقلقت. واش قالت؟ قالت لي انا ما جيتش هنا باش نغسل لك حوايجك، شوفي ماك عيط لي ماك تجي تغسل لك الحوايج ديالك. ويما كانت في فرنسا؟ ويما في فرنسا. ايه تماك تقلقت نرفيت نشفى معناتها زدنا شويه في الكلام. داوستو فوالا. طبعتها وخرجت. وقبل ما تطبعها، قبل ما تطبعها اول مره يعني رفعت صوتك عليها؟ لا بروميير فوا اول مره. قلت لك توجور ستي. ومن بعد واش صرا؟ واش صرا؟ خرجت على روحي. انت اسمح لي قلت لي طبعتها، كيفاش طبعتها؟ معناتها بعدي وخرجت معناتها بسينو باش ما نزيدش نتقلق اكثر وما نزيدش نقلق اكثر. ضربتها؟ لا لا طبعتها. طبعتها باش تروح من طريقك. باش نخرج فوالا. خرجت باش ننسى شويه يعني نكالمي روحي رحت القهوه مع عاودت وليت جهه الساعه تاع الليل ما لقيتهاش في الدار. ما لقيتهاش في الدار؟ ما لقيتهاش في الدار. قلت بالكش خرجت هي تانيك دير قهوة وتولي. 10 10 ونص ما جاتش. بديت نتقلق. بديت نتقلق. وليت كل مهبول خرجت نجري من الكوميسارية للكوميسارية. من السبيطار للسبيطار. ما خليت حتى بلاصة. ما يتلهاش في التليفون؟ التليفون طافي. التليفون طافي. التليفون طافي. وكل مهبول كنت تشوفيني الليله هذيك ما فريمون. واش صرا لك احكي لي؟ وليت معناتها نمشي نهضر وحدي في في, 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 في الطريق. تمشي وتعيط باسمها؟ قريب ديجا قاصني طونوبيل من كثرة اللي قاطع طريق وما فاقت بلي راني قاطع طريق. المهم وليت للدار دخلت ديراكتومون البيت حليت الخزانه نشوف حوايجها لتما. خلات حوايجها؟ نشوف حوايجها لتماك القشت تماك. باسبور ما لقيتوش. الباسبور ديالها ما لقيتوش. أنا كان عندي واحد وليد حومة يخدم في المطار في الشرطة تاع المطار. قصدتو لو لوندومان قصدتو صباح بكري قلت له باش يشوف اسكو مرتي خرجت ولا لا. شاف قال لي وي البارح خرجت راحت لتونس. تقلقت وميم طون فرحت وميم طون معناتها طمنت عليها بلي راهي بخير راهي بخير وعلى خير وتنرفيت كيفاش راحت بلا ما تقول لك بلا ما تقول لك. مام با دو جور حضرت روحي تونس ديراكتومون. رحت ليهم؟ رحت ليها للدار. تبعتها يعني؟ بيان سور لازم. صوني بخومي جور ما كان حتى واحد. دوزيام جور كيف كيف. تخوازيام جور جي ديسيدي نروح في الليل. رحت مينوي نشفى. رحت مينوي ليهم؟ مينوي قلت لقيت الضو شاعل هما هنا. صوني تخرج لي باباها. فرحت انا غير شفت باباها فرحت. قلت سي بون دوك الحالات تولي. فوالا يا عمي فوالا فوالا قال لي يا وليدي جميله غير نساها صاي نحاتك من راسها هكذا جيتي شوكي فريمون شوكي جيتي فريمون شوكي حبيت نعرف سبا علاش خلاني ودخل غلق الباب ما تقدريش تصوري كيفاش كنت الحاله هذيك اللي كنت فيها ما نقدرش نقول لك في مهندي في مصري معناتها ديبريسيف على الاخر ما عرفتش كيفاش وليت للجزائر ديجا وهي ما خرجتش هضرت معاك والو ما حبتش كامل تشوفك والو 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 وليت على روحي ومع باباك مع باباها اسمح لي مع باباها ومع باباها ما حكيتش معاه ما سيتش تفرس سرلو ما حبش يكمل يهضر معايا ما حبش يسمع عطاني زوج كلمات ثلاثه ودخل غلق الباب قال لك انسى بنتي وغلق الباب فوالا غلق الباب ودخل ومن بعد واش درت واش صرا لك وليت للوتيل قبل ما نروح لجزائر وليت للوتيل مدبرس كيما قلت لك على الاخر بكيت شويه على حالي بكيت عليها على جميله بكيت على الحاله اللي يعني فيها على جميله اللي راحت وخلتني اللي كل معناتها سيتي ما في سيتي معناتها الشمس ديالي هذيك لا علينا قلت لك انا كي وليت للوتيل جبت التليفون دخلت اليوتيوب رجع تماك اللي ديكوفير شفت التصويره ديالك في ليميسيون ديالكم هذه صح ايه قلت جاتني هذا في مخي بلوس اون بلوس انا جامي معناتها نحشم ما نقدرش نهضر هكا ولا معناتها ما حفزت على قلبي على جالها قلت نروح نشوف سليمه بالك سليمه مع ربي ان شاء الله يعاونوني يعاودوا يرجعوا لي مرتي ان شاء الله ان شاء الله على هذه اللي راني هنايا
على كل حال والله رقصتك يعني غريبة شوية على بالي، بصح يعني نشوف فيك زوج يحب مرته بزاف ويحب يدير كلش باش يعاود يرجعها. جوسكا ماتنا ها؟ جوسكا ماتنا. حتى أنا برك حبيت نسقسيك حاجة. أنت راك تبان أنوم إليغون، يعني ما شاء الله عليك وكلش. علاش دخلت لي بالبوني؟ عندي سينيزيت. عندك سينيزيت؟ سينيزيت مقلقتني هاد الأيام. بصح هنا في الاستوديو كاين سخون يعني الحال. تقدر تقدر تنحي ولا لا؟ لا خفت نحي نزيد تمرض نمرض بعد كي نخرج. ايه. راسي بوسا. معليش راحتك 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 سي تري جونتي. راحتك راحتك صح. علاش شكون حبيتني نجيب لك اليوم البرنامج يفتح قلبي؟ ما جميله. ما جميله. ما جميله. جميلتي. جميلتي بالعربيه. ايه ما قدرتش ننساها. واش حبيت تقولها؟ حبيت نعرف السبه علاش راحت وخلتني. وما دابيا تولي معايا ما نوليش. كان تجي اليوم البرنامج يفتح قلبك واش تقول لها؟ نقول لها لو كان ما توليش معايا كابابل تصير فيا حاجه. الا تقبل معناتها تسمع باللي راجلها صار في حاجه هذيك نخليها لا كونسيونس تاعها. تسمى واش ما فهمتش واش حبيت تقول لي؟ انا وجاك مع ولد؟ مع ولد باش نرجعها معايا. ايه ندير تو سكي دون مون بوسيبل باش نرجعها. علاش جيت لعندك مدام سليمة؟ وإذا ما قدرتش أنا اليوم أني نجيبها ولا أني نرجع لك جميلة كيفاش؟ تقدري إن شاء الله. تقدري إن شاء الله. إن شاء الله تقدري. أنا تاكل على ربي وعليك إن شاء الله. باسكو شفت حلقة ولا زوج ولا ثلاثة تاعك رجعتي رجعتي بين الناس. ما شفت حتى حلقة معناتها واحد ما حبش يحل. إن شاء الله على كل حال هذا هو هدف برنامج افتح قلبك. ان شاء الله برك نتمكنوا اننا اولا نجيبوا جميله البرنامج افتح قلبك ومن بعد نشوفوا اذا ترضى تولي ليك ولا لا. ان شاء الله يا ربي. حميد اليوم البرنامج افتح قلبك باش يقول لمرته رجعي لي. هذه مرته اللي عنده زواج معها شهرين فقط، هي من بلاد تونس الشقيقه، صرا سوء تفاهم صغير بيناتهم، رفضت روحها وراحت لتونس لدار والدها، واليوم حاب يستدعيها البرنامج افتح قلبك باش يفهم منها وعلاش راحت وخلاته وباش يعاود يولي يرجعها للبيت. نروح مباشرة إلى زميلي محمد ونشوفوا إذا ضيفته راهي موجودة معاه ولا لا. محمد مساء الخير. عسلامة مدام سليمة. أهلا بك. الله يسلمك مدام سليمة. هدرت معك بالتونسي لأنه ضيفتي مدام جميلة متواجدة معي اليوم. مرحبا بك سيدة جميلة. جميل. منين جيتنا؟ من تونس. الله يبارك. شحال في عمرك مدام؟ 32 عام. تخي بيان. هي تفضلي معي نروحوا للاستوديو. سلام. مدام جميلة هكا؟ اي هكا. صباح منين جيتيني مدام جميلة؟ من تونس. تونس اهلا بك وبكل ناس تونس. عايشك هذا البلد الشقيق، يعني احنا بلد واحد على كل حال. اي وانا متشرفة لينا. الله يخليك ربي يحفظك ان شاء الله. قولي لي شحال في عمرك جميلة؟ 32. 32 الله يبارك الله يبارك. واش ديري تخدمي تقراي؟ واش ديري؟ كنت نقرا قبل ما نتزوج وبعديك بطلت وقعدت في الدار. دوكا كي قاعدة في الدار؟ آه. ايه ومزوجة انت؟ مزوجة. ايه عندك دراري صغار؟ لا باز انكور. ما عندكش؟ باز انكور. اها علي لي برك في صوتك شويه. صح على بالك حاشمه. ياكي حاشمه. لا لا ما تكسريش راسك. شوفي على كل حال احنا في برنامج يفتح قلبك دائما كاين واحد يحب يستدعي واحد باش يقول له
حوايج هكا كل واحد واش يجي يقول لواحد. هل عندك فكره انت شكون يقدر يستدعاك اليوم في برنامج يفتح قلبك؟ الحقيقه انا شك عندي دوت وجيزيتي ما حبيتش نجي على الاول والصحفيه اللي معاكم سائل كي انسيستي دونك جيت. او عندك شك؟ صح. وتحبي نعاونك شويه باش تشوفي؟ ماذا بيا. ماذا بيك؟ ان شاء الله يطلع مش صحيح اللي في بالي. ان شاء الله يطلع ماشي صحيح. تقولي لي شكون؟ مور لي زانديس تقولي لي. تقولي لي شكون؟ صح. شوفي معايا المؤشر الاول. يا جميله يديها الفطاس وتحصل في بوشاشيه. شكون دايرها فيا؟ انا المشاشيه. يا خا اسمحي لي انا ما نقدرش نعاود هذا. واش يديرها الفرطاس ويحسب هو المشاشيه هذا؟ بلاك يقولوه في تونس. تقولوا هذا المثل في تونس؟ تقولوه صح. واش اسمعي عاوديه لي باش نعاود نقوله لها. أنا ما قدرتش نقول هذه يديرها الفرطاس. روحي عاوده لي. شوفي معايا يا جميلة يديرها الفرطاس وتحصل في بوشاشية. فهمتي؟ قرب لك شوية ولا لا؟ لا او كونتخيغ بعد. أنا على كل حال والله أنا وما فهمتوش بصح معليش نزيد نشوف المؤشر الثاني. مؤشر ثاني. يا جميلة عمي مليح زادوا الهواء والريح. عمي مليح زادوا الهواء والريح يعني واحد لا سيتوياسيون تاعو ديجا راهي تعبه وزاد يعني كمل. قرب لك شويه. عرفت شكون في منك يشك؟ جو بريفير سافوار كي لا احسن ملي انا نقعد نخمن ويطلع غلط. بصح كان قلت لي عندي شك مع اي عندي شك اما لي زانديس حطوا بحرك شويه. صح. شوفي معايا مباشره شكون استدعاك اليوم في برنامج يفتح قلبك؟ عمري حبي باقي يقول لي حبي. جميلة جمولتي سكتيها ما قولي له اسكت. يا حميد. نعم حميد. اصبر لي شوية اصبر لي شوية. اوكي اوكي اصبر لي شوية. جميلة شكون هذا؟ ما نعرفش ما نعرفوش. ما تعرفيش؟ نو. قولي لي قولي لي شكون. قولي لي شكون هذا؟ راجلي. راجلك؟ اي واش كاين؟ وعلاش كي زعفانه كامل هذا الشيء؟ ما حكالكش. هو حكى لي على كل حال بصح قال لي نحب مرتي ونحب نرجعها و ما صارت حاجه كبيره كبيره على كل حال. صارت حاجه كبيره؟ أبا صح. نقول لك واش اي قول لي واش قال لي. شوف نحكي لك على كل حال. حميد قال لي بلي تربى هو وحده باباه راح لفرنسا وخلاه مع يماه وتربى غير هو ويماه. ومن بعد كبر ثاني وحيد وحده. وواحد الخطره يعني قرر انه يروح لتونس في العطله. وما قالكش علاش ابوه طلق امه مشى لفرنسا؟ ما قالكش علاش هو عاش وحيد؟ ما قاليش. نو وعلاش انت تعرفي؟ وعلاش ما تقولش؟ باسكو ما نعرفش كنت صغير. انت زاد ما تعرفش؟ بيان سور. توازون في عمري وكيفاش نعرف؟ باهي وما تعرفش علاش صحابك ما يجي حتى حد؟ ما عندك حتى صاحب ما تعرفش؟ نو جوسكو ميتنون. ابو؟ إلا تعرفي قولي لي. انا ما نجمش نقول، انت تقول مش انا باش نقول. ما عنديش حشومه هذه ما نجمش نقول انا. علاش حشومه واش؟ مادام جو فو كيتي لو بلاتو سامحني. لا 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 اهدري معايا انا صح ما تهدريش معاه. اهدري معايا. بالعقل بالعقل عليك ما تقلقيش ما تقلقيش. داكوغ شنو تحبني نقول لك؟ ما خليتينيش نكمل لك. كمل لا فيرسيون اللي حكاها لي هو.
نكملها لك تسمعيني بلا ما تتقلقي. اوكي صح تعيشي. قال لي رحت فاكونس لتونس. قال لي كي رحت فاكونس لتونس تلاقيت بجميلة. قال لي من أول نظرة حبيتها وبدأت العلاقة بيني وبينها يعني كسرنا، وهي قبلت بالموضوع أنني نجي نخطبها. وكما كان الحال رحت للجزائر مباشرة، جبت يما وليت خطبتها. ومن بعد صار الزواج بعد شهر، ولما تزوجتي معاه رحتي عشتي معاه في الجزائر. وكان قال لي كنت مفششها، نعطي لها الدراهم، نعطي لها طنوبيل تاعي، انتم ما تقولوا الكرهبه. عطيتني كرهبتك وانت فاش تمشي للخدمه؟ كنت نروح ترونسبور. ترونسبور وقبل ما تروح ترونسبور شنو تاخذ؟ كان صاحبي وصلني. وعلاش بعد ما صاحبك ما عادش يواصلك؟ ما عنديش فكره. بيان سور ما تعرفش، ديما ما تعرفش انت. بيان سور. بيان سور. قال لك اللي في الجزائر ما جا حتى حد لعرسنا، قاعدين وحدنا. قال لك اللي خاوتهم يجوش بحذانا، ما عندنا حتى حد يجي، اللي صدعوه يجي مره وبعد ما عادش يجي. مي بارون جاو بحذايا ان ويكاند اي دوبي سون بلو ريفوني، ما عادش يحبوا يجيو للدار بكل بكل بكل. انا نقعد في الدار حتى امه ما نجمش نقعد بحذايا. اي سون باغي اي سون باغي. بو خلا امه مشي لفرنسا ما قعدتش معاها. بصح اكيد تقولي لي شغل اي سون باغي، وشنو اي سون باغي؟ سون ما نجمش نقول. اكستراتيغيست ولا وشنو؟ بريسك ما نجمش نقول. ما نجمش. وشنو هذا الشيء اللي يخلي هو يقول انا ما نجمش نقول؟ ما تحكيش معايا انت، ما تحكيش معايا. معليش قولي. ما تحكيش معايا. ما تكلمنيش. عندك هضره تقوليها قوليها. لا ما قول انت، قول انت. اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي تعيشي تعيشي. جميله جوسكا ميتنون انا عطيتك لا فيرسيون تاعو ومازال ما خليتينيش نكملها جوسكا ميتنون. رحتي لدار باباك، ضربتي معاه في الدار كي قبلك انا، ورحت لي الفكره. دوزتي انت معاه؟ وعلاش دوزتي معاه؟ قال لي جيت نلقاها ما تغسليش حوايجي، ما تغسلوش حوايجو، ما نمسهمش حوايجو انا. علاه هكا؟ هو يعرف علاش ما نمسلوش حوايجو. علاه يغسلهم وحده؟ سي لي كابابل يغسلهم وحده، ما نغسلوش حوايجو انا. كيفاش المراه المراه اسمحي لي هنا باش تقوم راجلها وتقوم دارها؟ نو نو. وشنو لي نو؟ نو ما نقومش. ما تقوميش؟ وي ما نقومش. علاش؟ عيب. هو يعرف. لا مش عيبه، ما هو يعرف علاش. واش نعرف؟ ما نعرف والو. انا مادام عرفته في التلاسو كان كل يوم في التلاسو، كل يوم في التلاسو، والخطبه ما قعدتش برشا وقت، دونك ما كنتش نجم نعرف. صح هذه تعتبريها غلطه؟ غلطه بيان سور. إيه انك ما عرفتيش بزاف وتزوجتي به مباشره. مباشره. إيه؟ وعلاش انت تزوجتي به بلا ما تعرفي؟ هكا جي جونتي حكي معايا، دخل من الباب وانا عمري 31، قلت بون اوكي مش مشكل سافا، وتزاير قريبه لتونس وكيف كيف بريسك وكل ما بقيتو مانيش نمشي بعيده. إيه؟ ومشيت. من بعد واش صرا؟ من الوقت الفواياج دو نوس يقول لك خذيت لي كادوات، وانا خذيت لكش كادو؟ عمري ما خذيت لك كادو. اهاو الكادو اللي خذيتيهولي. ايبا شريت له صبات في الفواياج دو نوس، التوا ما نحاهش، التوا مازالش نحاه. راه التوا بنفس الصبات يرقد بيق يحبك معليش. انا حاسه بات ويرقد بي يقوم بي ما ينحيش بكل، باسكو يحبك هذا. جاب لي ربي. لا لا ترقد بي انت، ترقد بي. احكي بيان سور احكي. على جبتك انا هنا مادام؟ تخيل انا في الدار صيف شتاء برد سقعه تو سكو تو فو، شبابك محلوله، شبابك محلوله، ما نجمش ندخل البيت ونوم. ما تحمليش دار مسكره. شنو ما تحمليش الغمه ودار مسكره؟ ديما تقولي لي هكا. ما تحمليش الغمه انت، تقولي لي هكا. نجم نحل كليماتيزور. اسمحي لي اسمحي لي والله غير على بالكم، اسمحوا لي خليني نهضر. عبالك انتم راكم تهضروا على كليماتيزور والطاقه وما على باليش. المشكل جاب لي ربي اعمق من هذا. المشكل انكم تعرفتوا على بعضاكم، عشتوا مع بعضاكم شهرين وراح تطلقوا. ممكن شهرين تعداوا لي زوز قرون في حياتي. علاش؟ انا ما نجمتش نعيش اكثر، ما نجمتش نتعوق اكثر من شهرين. هو تحب نحكي؟ اي بصح احكي لي. علاش نحكي؟ علاش جبتك؟ بيان سور احكي. حبيت نعرف لا كوز اللي خلاتك تروحي وتخليني. شوفي هو وانا حبينا نعرفوا علاش السبب، علاش ما نجمش نحكي. ما نجمش ما نجمش ما نجمش نحكي. تحب نحكي لها؟ تحب نقول لها؟ تحب نقول عبيت تتفرج نورمال؟ علاش جبتك انا هنا؟ مال علاش جيت انا هنا؟ شو سور نورمال معناها انت توا نحكي انا قدام الناس؟ ترضيها ترضاها ردتي روحك مدام؟ ترضى راجلك هكا؟ وشنو اللي راجلي هكا؟ انت علاش جبتني مدام؟
انا اللي جبت مش انا اللي جبتك علاش جبتي صح سمحي لي معليش نقصي شويه في لا ما نجمش لا 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 سمحي لي اخرجي هيستيريك مادام وليت ازمتك انا من العيشه معاه ازمتي ولا عندي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي تعيشي 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 يا جميله يا جميله نحب نروح مادام نحب نروح اسمحي لي دقيقه بصح اسمحي لي دقيقه تفضل جميله جميله يرحم باباك دقيقه جميله اقسم بالله يا اختي حبيت نقول لك والله من الصباح واني واقفه بديتك شوفي فاهم لك حاجه نفهم بلي راكي غزفتي وهب لك بالك والاخر اليوم اهضري الا دار فيك شر اهضري قولي فهمتي بصح بالعقل صح داكو بلاتي هي احسن باسلوب الكلام كاين لما تهضري الناس دوك يقولوا بلي انت ماشي مليحه كيشوفوك هكا طيري فهمتي داكو يقولوا لي يقولوا ما جمعفو ما عادش نجمو سيريوزمون ما عادش نجمو انا بالعقل يا جميله اختي شوفي ما فماش كاميرا تصور نجم نقول كيما نحب نتكلم كيما نحب دوك ما كاش كاميرا وشنو هي هذيك الورده اللي جايبها معاك نكلم فيك شنو هي الورده هذيك جايبها لجمولتي هذه جمولتك ماني جمولتك قالك شنو عملي قبل ما نمشي عمري انت واش عمل لك مانيش عمرك ما عادش قول لي عمري ما عادش لا ما عادش قول لي عمري عمري ونص قلت لك ما عادش قول لي عمري سمعت ما تصيحش سمعت ولا ايش ما تزعفيش عمري il est incroyable il est incroyable étouffant il n'est pas normal عبد نورمال هذا وجايب لك ورده ما تجيبليش ورده ما نحبش نرجع تحب نفريوها اليوم طلقني يا خويا طلقني طلقك جامي دو لا في ما عادش تعاوديها هذه مش باش تطلقني يا نو 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 ابسوليمون با صح علاش حبيتي تلقك واش صرا يا مدام ماهوش نرمال ما نجمش نحكي يا ناس علاش احكي معليش شنو اللي يحكي انت زاد تجبد عليا يا مدام يرحم والديك يرحم بابك واش بيك يا مريم يرحم بابك اعطي لها كاس ما عطي لك اسمها بالعقل بصح علاش كي مقلقه كامل هذا الشيء ها قولي بالعقل يا تخرج انت يا نخرج انا اوكي نخرجوا في رجوع لدارنا ملي مروحه من هوني كان ما طلقني ما نطلقاكش تروحي معايا للجزائر ما طلقني قلت لك سمعت صحه معليش بالعقل يا جميله اغزلو كيفاش يغزل ما ما على بالوش مش هو جميلة معليش اسمحي لي معليش جميلة أنا نحبك تكلمي شوية معليش تكلمني شوية مش طلقني ولا نو حبيش قاعد تهضر معاك أوكي أنا باش نحكي شنو صار أوكي مدام لا ماشي درك خليني نعاودو نوليو نصوروها كما علاش نصوروها انا جيت باش نكلمك شويه بصح خلينا نبداو نعاودو تورناش باش نكملو يرحم بابك اختي الله يخليك ربي يسترك ان شاء الله داكور ما نقدرش انا دوك نسمعك ومن بعد نزيد نقول لك عاود لازم نكون صادقه مع المشاهد داكور اوكي اختي حميد حميد ولي تكلم فيك مش طلقني ولي مدام هذه نحيها من راسك شنو تحب شنو نرجع مانيش راجعه ترجع معايا للدار مانيش راجعه قلت لك مسي بالغمان مانيش راجعه مدام سمحي لي اخزري فيا مدام ما ترجعيش وما تقلقيش هكا ما يحبش يطلقني إيه صاحب العقل ماشي هكا اللي حاب يتطلق بالعقل داكوغ نعاود نوليو نرجعوا للاخر داكوغ هي بالعقل تعيشي داكوغ زين خويا روح معليش عطيني التوب لا بصح باسكو ماشي هكا بليش انايا في معليش هيا روح معليش اعطيني التوب هيا صح اخويا صح جميله
قولي لي واش صرا اكزاكتومون باش لحقتي تزعف في كامل هذا الزعاف؟ واش صرا مع هذا الراجل في الشهرين هذوك؟ داكوغ. انا ما نحبش نطول على الاخر. اوكي انا مستعده نحل الستار ونرجع معاه. اي سول كونديسيون جاي اون سول كونديسيون. وشنو هي؟ نحكي احكي عمري معليش مانيش عمرك عمري مانيش عمرك راكي قلتي دوكا باش تولي معايا مانيش عمرك احكي احكي معليش هي الوحيده تقبل لا كونديسيون وي ونو شوفي معاها نحبو ينحي توا صباطو نحبو توا ينحي صباطو يعطيك لي شوسيت نتاعو بس احس وشوف وشمهم مدام شمهم شوف انت ترضى روحك تعيش مع راجل هكا ولا يا ربي يا ربي ما ضحكش يا مدام ما ضحكش بالحق راهو معناها هي تظهر لك الحكايه ضحكه ما هي راهو سي دراماتيك يا ودي بصح كي دراماتيك تقولي لي تشمي تقاشر تاع راجلي ما تمسخريش بينا ما تمسخريش بينا يا مدام اعطيهم للاسيستون يشم اسمع جاد شكون فين بلاسيستون؟ هذا اللي دخلني بالازرق صح بصح معليش اسمع واذا ترضيها لروحك اوكي انا نرجع له مساعده نرجع له ونفتح الستار ونولي معاه الدار لا لا معليش دقيقه حبيت نفهم يعني اكيد اكيد تهضري منك صح ولا كي حبت لا نهضر بالصح ايه ما حاجه انكخا ما نحيش صباطو سي دو بويزون ما ينحيش صباطو جمله ما نجمش ندخل معاه البيت النوم نقعد في قدام التلفزيون على هذه اللي هربتي على هذه اللي هربتي ما قلتليش هكذا يا حميد اول ما شفته مدام اول ما شفته في التلاسو داخل خارج داخل هو يدخل والناس الكل تخرج هو يدخل ولا سي با فري اي بركاي شتو برومي هو يدخل والناس التلاسو ما فيه كان هو سي مالو ولا غير كي تهضري تاع 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 الصحه كي تهضري سي مالاديف هذه حاجه تتصلح ما تصلحش اذا ترضيها انت روحك تعيشي مع راجل هكا اوكي نرجع معاك يا حميد نعم حميد واحكي لي السواق تاع الصباط هذه يا وشنو ما نحيت تفهمي لي السواق كامل ما عندي ما نحي واش من ليش واش من الصباط لا ما نحي الصباط نرجع معاك علاش نحي على خاطر تعرف روحك اش عندك يا الصباط حميد حميد اسمح لي كي ولينا نهضروا على الصباط واش قصة الصباط هذا وقول لي ما عندي حتى قصة هي شراته لي هي شراته لك وكي شراته لك ما حبيت تزيد تنحاه لا ماشي على سو بوان واشن ماشي على سو بوان حتى من وقت التلاسور مش كي شريت وانا صبات في الفواياج دو نوس في بالي باش يبدل ما بدلش انت حطيتي لها الكونديسيون هذيك انت اي لا كونديسيون هذيك ونرجع معك شتو برومي نرجع معك اذا كان ما داخلش كاع البوبليك انا نرجع معك هاي خلاص نحي الصباط نحي الصباط نحي الصباط وراي مدام سليمه انا والله ما نقدر انا ما بديش ولا مدام سليمه انا قالت لك نحي صباط تجي معايا اه نحي صباط نحي صباط نحي صباط اي فوالا ارواحي مدام سليمه انا ما نجيش بعتي شكون انا ما نجيش هاكا الاسيستون كاين الاسيستون اللي دخلني هذاك اللي لابس الازرق هذاك جيسبيغ كو ما كوش تصوروا برك هاي هاوليك ارواح خو لا من غادي تشم شتو برومي من غادي تنجم تشم غاز نوكليير مدام يا ربنا الكريم نحي 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 يعني نحي هاك خويا لاسيستون اروح اروح شمي وين اللي تسالي لهنايا صح لا علينا سبب دمار يا مدام سبب الدمار نتاعي مدام هذاك انا حياتي تحتمت على هذاك سي بون تولي معايا دوكا اي ما شميت شريحه شميتي صح معليش خليني نقول لك خليني نقول لك انا برك باسكو قلتي لي شغل حتى كيفاش يقولوا الطلب تاعك غريب شويه انا الغريبه ماشي انت الغريبه يا الطلب تاعك غريب وكلاسته غريبه والقاش نتاعو غريبه بكله غريب
شميتي ريحه دختي ولا مازلتي انا وليد دخت؟ انا ماني نشم والو. خلاص تروحي معايا. انا وشنو اسمحي لي ولا غير سيريو؟ دوك نحضروا شويه سيريو يا جميله. اش من سيريو يا مدام؟ انا مانيش نشم الريحه اللي تدوخني هكا. ما شميتيهاش؟ مانيش نشم. اه مي لا بدل قبل ما يجي. لا اه بدل قبل ما يجي. خلاص دابيتود انا ندوخ من الريحه. صح معليش انت حبيتي تقولي لنا هذا كامل باللي بالك ما ينقيش ما يغسلش ما هذا هو المشكل. هذا هو المشكل تاع بيناتكم. هي هذا نقدروا نحلوه بلا تقاشر. علاش تقولي لي قولي لي بلا ما تقاشر؟ خاطر الغاز يقتل هذاك. ما نجمش ندخل البيت انا. ما نجمش نغسل حوالي. يا حميد. نعم. على بالك باللي يعني مشكل هذا قاتلك ترقد بصباطك ما تبدلش حوايجك ما على باليش انا يا. نرقد بصباطي جامي. ما ترقدش بصباطك. جامي. صح معليش. حنايا عندنا حاجه واسمها مونتاج على كل حال. هذا من مكتوب صباط تحيو في المونتاج بيان سور نحيو. خلاص عاود عاود ترجع له هذا عاود. هيا سيبو عمري نحيت مال الجمعة يا أميرة. ماني جاية معاك تفهم ماني جاية معاك أميرة. ما نوليش معاك ما نوليش معاك. ماشي قلتي نحيو الجمعة يا أنا علي بليس. هاي هاي حبي هاي. صح قلتي لي مقبلتي نحي الصباط نفتح السيطار تفتحيه ولا لا لا ونرجع هكاكا. وين هكاكا؟ بالكلاس نتاعو بالتقاش نتاعو. كيفاش ما فهمتش؟ بالريحه هذيك انت ترضيها انت وراجلك هكا ترضيها؟ صح معليش انا لدوك مازال ما قلتيليش السبب مقنع انك رحتي وما حبيتيش تولي. سي لو سول بروبليم سي 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 لو بلو غرو بروبليم. وشنو هو؟ الريحه نتاع ساقي فايحه. ما تضحكش ولا الله. تبكي ولا تبكي على حياتي تدمرت هربت من الجزائر لتونس على الحكايه. الله طولك يا روح. واش نديرو دوكا؟ هيا فهميني مدام واش نقدر نديرو؟ قولي انت شنو نديرو قولي. فهمتي علاش صغار ما يحب يقعد معاه؟ فهمتي علاش صاحبه يهزو نهارين بالطوموبيله نتاعو ومشى ما عادش يولي؟ فهمتي علاش بوه طلق امه؟ باسكو امه زاد عندها لو ميم بروبليم. اللي هي وشنو؟ اللي هي ريحة السقين. ما نجمش نقعد بحذاهم في النهار نهرب نقعد نحوس في البلاد باش ما نقعدش مع أمه في الليل نقعد في الصالة باش ما نقعدش مع أمه. وعلى ما قلتي ليش؟ وعلى ما شو نقول لك ما تشمش الريحة أنت؟ ما نشمش عندي بروبليم. ما فهمتش ملي أنت صغير صحابك ملي أنا صغير عندي بروبليم ما نشمش هاي. أه ما تفهمش ما تشمش أه عندك سينوزيت. أنا صح وصحة وشنو هو الحل دوكا باش نفتحوا السيطار بيناتكم؟ نفخوه في الخل فماش ما تنحى الريحة ولا نرجعوا نعيشوا في التلسو. هكذا عمري تمتمت سيتي العشرة. شنو؟ تمتمت سيتي العشرة. عشرة عشرة شهرين عشرة. ما عندك الحق. قولي لي كيسكو تو بروبوز مدام؟ وقفي برك معايا هنايا. حميد وقف. او بلس. يا رب هذاك الكريم اللهم طولك يا روح. صافا كي ضحكك كاع لاباس هاك ضحكتها دونك صافا انا افونسي شويه مقبل كانت زعفان انا خفتك. كملي كملي. ها شوف يا خا شتي على جالك واش يدير؟ ها صحة والله يا حميد قل لي والله غير سيريو عندك مش عندك مشكلة تاع تقاشر ولا لا لا؟ أنا قلت لك ملي أنا صغير عندي سينيزيت ما نشمش. عندك سينيزيت؟ فوالا لودوغا ما عنديش لودوغا ما عنديش. إي تسمى ما تشمش الريحة سي بوغ سا عندك هذا. على ذاك قعد هو وأمك هاو أخ أبوه وأخته هربوا لفرنسا. هربوا لفرنسا على جال هاد الشيء. بصح معليش الدواء هذه وكاين الدواء وكاين ديوطوخ. هرب كوديغ أنا نعرفه عندي شهرين معناها بوه سلم فيه وهرب لفرنسا ميم با أون أوت فيل.
صح انت تحبي راجلك هذا ولا ما تحبيهش؟ شمي في ما يتحب يا مدام كلاستو فايحه. هكذا تم تم في ساعه في ساعه. شنو في ساعه في ساعه في ساعه في ساعه؟ صح شنو اللي في ساعه في ساعه في ساعه؟ انا ما هدرتيش قبل الهضره هذه. اش عندي نهدر؟ صح اسمحي لي. هو على كل حال لما جاء مقبلات جاب لك معاه واحد الورده، قلت له شنو هذه؟ قال لي هذه قصه كبيره. وعلاش جبت هذيك الورده حميد؟ جبتها لعمري. ما عادش خلي عمري، فهمت؟ ما عادش خلي عمري. تقعدي توجور عمري انا عندي. يا ربي. حبي ولا تكرهي. مشي طيحني كريس كاردياك. صحة 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 مدام تعيشي. مدام أنا أعطاني مهمة حميد. الريحة مدام شم فيها الهولي من تحت الستار. عباك واش قال لي؟ قال لي وكان ما قال لي وكان ما ترجع ليش جميلة نقدر ننتحر. يرتح الجزائر من الريحة متاعو. ما على باليش بلي قلبك تجر هكذا. دقيقة دقيقة كوبي كوبي سكوند. أنا ما على باليش كيفاش راح تديروا المونتاج افيك اون هيستواغ كيما هذه، باسكو أنا دايما أنا يا مدام أنا والله ماني نشم في الريحة، ما على باليش أنت كيفاش راكي تشم. جاد انت يا مدام انت تان عندك سينوزيت كيفو؟ انا عندي سينوزيت. يظهري انت لا انت عندك سينوزيت. انا عندي بروبليم. طلعش ما تشمش ريحه الصباح. يا ماني نشم والو انا. يا جاد جدا ويدير في ليتوكس. انا والله ماني نشم. قال لي مريضه انا كي راني مريضه. سي بو إيه لازم نروحوا دوك. هذه ما على باليش واش راح نقول انا في ليستوار هذه. واش راح نقول؟ ما شميتي والو بدا حتى شيء. ها أو يضحك ما على بالوش كاع. ما على بالوش. مدام سليمة نقعد واقف. أنا مصبح أنا واقفة معليش على جالك. ها؟ مدام فهمني شميتي ريحة ولا؟ شميتي ريحة. بصح أنت على ما تخصش يرحم والديك دوك ندور عليك كاع. قول يا حميد. نعم. ها وي لا غير بربي شميت ريحه ولا؟ يا وانا والله ما شميت. الببليك الكل شم. كان انت انا ما نشمش. يطلعش عندك سينوزيت كيفو؟ ما عنديش سينوزيت. شوف ساقيك تطلعش كيفو انت زاده بيسكو. انا ثاني حاجهك بيسكو تشمش مدام. يا بروبليم حاشك حاشك. تحب نفتحوا السيتار؟ أنا شوفي اسمحي لي هي على كل حال نعاود نولي جاب لي ربي. ما احنا ما كناش نتورنيو سي اوغوزمون باسكو الأمور مشات شوية بعيد. دونك أميرة ولا أيمن كيفاش أنا راح نكمل هاد ليستواغ؟ كيفاش نلم هاد ليستواغ أيمن؟ واش راح نقول لها؟ ربي مدام راح نسقسيك لاخر مره. يفتح الستار بيناتكم نعم ام لا؟ يفتح. لا يفتح مازال. اعطوني التوب مدام. اخر سؤال، يفتح الستار وتعاود تولي انعم؟ ها محال. قل والله والله. اذا انا جبت هذه
سبتوني. نحيد دوكا شابونا. ياخ ما انا ما نقدرش نزل والله ما نقدر والله ما نقدر صافا ياخ ودي الصباط وتقاشر وعلى بالك وفاش وفاش فاش يعني الزل بحتوني اخر كا قلت معليش كيما كان نجوزو سي الدغني كا قلت والله كيما كان نلبزوه ونجوزوه وزادوا قالوا لي جبناهم بالسيف قعدت غير يعطيك الصحة الله يحفظك ربي يسترك. أنا قلت علاش نلبس البوني خفنا تعرفيني ما بالك ما آه جمولتي هاي كما شفتوا هذا هو العدد الأخير من برنامج افتح قلبك. كنت أنا هي الضيفة في هذا العدد الأخير تاع الموسم الأول. يعطيهم الصحة فريق الإعداد، يعني كيفاش يقولوا طيحوني في الفخ وحكموني، لكن المرة الجاية راح نعس روحي ما نزيدش نخليهم يعفسوها لي كما هذه المرة. أنا قبل ما يعني نختم حبيت نحكي لكم شوية على تجربتي الرائعة مع برنامج يفتح قلبك. لما يعني منتج البرنامج عرض علي هذه الفكرة خفت بزاف وفرحت بزاف. خفت بزاف لأنه حصة ثقيلة بثقلها بإمكانياتها بقصصها، وفرحت لأنه برنامج راح يخليني نكون مع تواصل مع الناس اللي تجي ونستقبلها هنا في الاستوديو، وكذلك مع الناس اللي راهي تشوف فينا اللي هما نتوما. فقلت هاي فرصة باش نكون على تواصل معاكم مع الناس اللي نحبهم، وإن شاء الله برك نتمناو أننا نكون في حسن ظنكم. ورغم أنه البرنامج جديد ربي عالم أننا عملنا كل ما في وسعنا. حبيت نشكر من خلال برنامج يفتح قلبك ومن هذا المنبر كل فريق العمل اللي تعب وشقى باش قدر يعني يوصل لكم هذا البرنامج لبيوتكم، واللي ولفتوه وليتوا تحبوه وليتوا تتبعوه بزاف. حتى لما نمشي لبرا نفرح بزاف لما الناس كامل يقولوا لي يعطيك الصحة اللي رجعتي البابات لوليده، يعطيك الصحة اللي رجعتي الأم لبنتها، يعطيك الصحة اللي رجعتي الخال مع أخوه مع العائلة. هذه كامل يعني أمور قعدت لي في قلبي وأثرت فيا بزاف. على كل حال عشنا لحظات مؤثرة بزاف، لحظات فرح، لحظات حزن بكينا فيها، كاين دموع الفرح ودموع القرح كما يقولوا. وأنا خاصة عشت تجارب مع ضيوف اللي حضروا معايا ما نقدرش ننساها، راح تقعد يعني في قلبي طول عمري، وتأثرت بهم أنا شخصيا. وعلى بالي بلي انتم تانيت ولفتوا هذوك الضيوف وتأثرتوا من خلال قصصهم. إن شاء الله تكونوا خذيتوا عبر، وهذا هو الهدف الأول من برنامج افتح قلبك، وهو أننا لم شمل العائلات وأننا نفتح خاصة محيط للحوار، محيط باش نلقاو الحلول للمشاكل اللي يقدر يتخبط فيها كل واحد فينا. حتى واحد ما راهو يعني على غنى كما يقولوا، لكن ماشي على غنى، حتى واحد ما راهو بعيد على هذه المشاكل تقدر تسرى لكل واحد فينا. ما نطولش عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الموسم القادم. الى ذلك من حين تبعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وقولوا لنا الشيء اللي عجبكم في برنامج افتح قلبك والشيء اللي ما عجبكم. نحبكم بزاف، نتلاقاو الموسم القادم. السلام عليكم. الله وصي بالحب
المساهمات. Air Algérie, always caring for you.